السلام عليكم ورحمة الله، إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الأحد 6 أكتوبر 2019 والساعة 10:02 مساء بتوقيت الجزائر، وهذا حديثي إليكم مباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. أزل في الله إخواني. مشت اليوم الناس اللي متابعين فيسبوك خاصة ولكن الانترنت عموما، كان شائعات قوية وقوية جدا من أن القايد صالح قد تم التنحيت. ما فيش حاجة رسمية، مازال ما فيش شيء مؤكد تم التنحيت أو لم تتم تنحيته. قايد صالح انتهى منذ تقريبا شهر ماي، وأنا شخصيا منذ نهاية أبريل قلت أن هذا لا أمل فيه، وأنه ضد الشعب، وأنه أسير لمجموعة من المعطيات، مجموعة من الاعتبارات تخليه ما يمكنش يكون مع الشعب. كنت أعرف ذلك حتى من مارس، كنت أعرف ذلك قبل ذلك، ولدي حتى كتابات عليه قبل وأحاديث سنوات طويلة. هذه المعركة معهم الآن تدوم فيما يتعلق به أكثر من 24 سنة. لكن مع ذلك كنت من الذين أصروا أنه إذا لزم الأمر نعطوهم إلى الجنرالات حصانة بمقتضاها، يأمنوا على أنفسهم من الحساب والعقاب، وسواء على جرائم الدم أو على جرائم المال، بشرط أن يعيدوا الجزء الأكبر من المال الذي نهبوه. لكن كان الهدف هو إنقاذ الوطن وإنقاذ الشعب. فيما يخصنا لا نحمل عقلية انتقام ولا عقلية إعدام ولا عقلية، بالعكس. إذا وأنا شخصيا قلت إذا كان يجب أن نضحي بجزء من العدالة أو بالعدل ونضمن الوطن ونضمن الشعب حتى لا تنفلت الأمور، أو يكونوا هما محشورين في زاوية فيكونون في حالة مثل الضبع الجريح يقدم على عمليات تدمير، قلنا نقدم لهم حتى حصانة. وما زلت على رأيي الآن، لكن باستثناء قايد صالح. لكن ما زلت على هذا الرأي الخاص اللي أعرف أن بعض الأفاضل يعترضون علي فيه، وأنا أتفهم لماذا يعترضون، ولكني أصر عليه من أجل الوطن ومن أجل الشعب. لا نريد أن تسيل قطرة دم واحدة، يكفينا ما دفعنا من آلام ومن دموع ومن دماء ومن أموال ومن شباب ومن رجال ومن نساء، يكفينا ذلك. هذا الشعب راه يدفع في أثمان منذ أكثر من 200 عام بلا حدود، على استثناءات أو أعوام بسيطة من هذا 200 عام. يعني هذا الشعب لو كان جاء صراحة أي شعب آخر لو كان راه انهار، لو كان راه انتهى. احنا عارفين بعض إخواننا اللي انتهاروا، كاين اللي انتحروا، كاين اللي يأسوا، كاين اللي أصيبوا بأمراض عقلية، كاين نتيجة لضغوطات رهيبة قل للشعب أن يتحملها. إذا هذه الشائعات اللي خرجت اليوم لم تتأكد بعد، ما أستطيع أن أؤكده لكم أن هناك خصومة قوية الآن داخل الدائرة الأولى، ما بين الدائرة الأولى والدائرة الثانية تاع قايد صالح. ما أستطيع أن أؤكده لكم أن أيضا الجنرالات اللي ما هم لا في الدائرة الأولى لا في الدائرة الثانية عندهم غضب وشعرين بخوف، وفاهمين أن قايد صالح راه بدا البلاد للحيط وإلى كارثة وهما يروحوا معاه. ما أؤكده لكم أن داخل الجيش كبار الضباط وصغار الضباط، صف الجند وصف الضباط، الكل يريد من قايد صالح أن يرحل. ما أؤكده لكم أن الشعارات وما استمعت لها لدى الشعب الجزائري، الشعب يريد إعدام القايد صالح. وصل قايد صالح نفسه في خصومة مع الشعب إلى درجة أن رفعت هذه الشعارات منذ الآن 3 أسابيع. ماذا سيفعل الجنرالات، سواء أصحاب الدائرة الأولى اللي رهم يشعرون اللي يفيدهم القرار، أو أصحاب الدائرة الثانية اللي يشاركوا في القرار؟ هذا راه يجري حديث، ما أستطيع أن أؤكد لكم، راه يجري حديث، راه يدور حديث. اليوم خرجوا صورة جنرال غريس وهو الأمين العام لوزارة الدفاع، وكان إشارة أنه ممكن استبدال قايد صالح بغريس. سواء استبدل القايد صالح بغريس أو استبدل بجنرال آخر، فمن مصلحة أصحاب القرار اليوم من الجنرالات
أن يتخلصوا من القيد صالح، لأنه لم يصبح عبء، أصبح مثل قنبلة ستنفجر في وجوههم في أي لحظة. قيد صالح أسير لاعتبارات لا يمكنه الخروج منها باش يسلم الأمر للشعب، لأنه يعرف هو أو على الأقل لا يأمن لا على نفسه ولا أبنائه وأصهاره وبناته وأسرته اللي قراب منه اللي نهبوا البلاد. ثم قايد صالح أسير عند الإمارات، والإمارات هي مش نفسها تخدم أيضا لقوة خارجية أخرى. القايد صالح الآن في هذه الفترة، وراكم شفتوا ما يتكلموا على قانون المحروقات أو قول قانون المسروقات. هذا القانون، القايد صالح ومجموعة من الجنرالات يريدون أن يقدموا البلاد للقوى الكبرى، للدول الكبرى، هدية بترولها وغازها، زائد المصالح الاستراتيجية، زائد مصالح دفاعية، زائد مصالح سياسية، ويخلوهم يبقوا في الحكم لأنهم خايفين من الشعب. بالك من بعد نعود نرجع لقانون المسروقات هذا وقانون المالية اللي يسموه قانون المالية، قانون النهب نتاع 2020، قانون الضرائب على الشعب وتسليم مزيد من المصالح للقوى الخارجية. إذا لنستطيع أن أؤكد لكم أنها خاصة في الحقيقة كانت بعد كل جمعة يشعر كبار جنات في الأسابيع الثلاثة الأخيرة هذه بالغضب والقلق لما شافوا أعداد الناس تتضاعف وشافوا الشعارات تزداد. ولذلك بعض إخواني مرات يقولوا التصعيد لازم التصعيد. هو صحيح ما فيش تصعيد يعني كإضراب أو كعصيان شامل، أو لكن في تصعيد في الخطاب، في خطاب الشعب، في تصعيد في الشعارات، فيه تصعيد في الأعداد المصرة على تحرير البلاد. الجمعة هذه أستطيع أن أؤكد لكم هذا أيضا، الجمعة هذه وهو موجود في وهران، وعلى الأرجح راه مازال موجود في وهران، كان هناك نقاش من أنهم لا يمكنهم أن يستمروا في هذا الوضع، ومن أن الشعب يزداد غضب، ومن أن القايد صالح ربما راح يديهم للفينجا، يعني راح رؤوسهم راهي في اللعب. ففي حديث هل سيسقط من هنا إلى غدا؟ هل سيسقط الأسبوع القادم؟ هل سيسقط الشهر القادم؟ مؤكد أنه ساقط، وفي القريب والقريب العاجل. ولكن حتى أكون معكم أيضا دائما كما عودتكم في هذه 24 سنة صادق فيما أقول وفيما أدعي، لا أعرف إذا كان سيسقط سقط اليوم أو سيسقط غدا، لحد الآن لا أعرف. ما أعرفه من خلاصة التحليلات التي قمت بها أو المعلومات التي وصلت لي أن هناك غضب رهيب ضده، وهذا الغضب بدأ حتى يظهر على بعض الناس. صحيح أنهم يخافوا منه، صحيح أنهم يشعروا بالقلق لأنه قاعد يرادي في الناس، في العقداء وفي الجنرال، وكل يرادي في مانيش عارف أنا الجنود ما يراديهمش هكذاك. هذه الإرادة الصلبة، هذه تأكدت هذه الجمعة، تسونامي حقيقي هذه الجمعة، أكثر كامل الجمعات اللي فاتوا، وشعارات قوية، وناس تاع العاصمة الآن يشاركوا بأكثر من، يعني قالوا لي الناس النزول لما كانوا اللي جايين تاع باينام وعين بنيان وبولوغين ولابوينت وجايين مع أصحاب باب الواد وأصحاب القصبة وأصحاب شيء مهول، وهم يعرفوا أن هذا مرعب بالنسبة إليهم. يعني إذن لا أؤكد ولا أنفي أن هناك وضع صعب بالنسبة لقايد صالح. هل سقط؟ لا أعرف، ربما سنرى هذا في الأيام القادمة، وإن كان أرجح أنه انتهى. أنا شخصيا كما قلت لكم أعرف أنه انتهى عند الشعب، وانتهى منذ فترة طويلة، خاصة حينما دخل في هذه الخصومة، وحينما اكتشف الشعب من أنه في واقع الأمر أنه أراد أن يخادع، أن يلتف في الوقت اللي الشعب حره من جماعة الكادر، من المحنط بوتفليقة وخاوته، في الوقت اللي الشعب حره من أنه يطلع ويقول مع عرس للعهدة الخامسة والجيش حاضر للعهدة الخامسة، في هذا الوقت هو كان يتلاعب، كان يتلاعب وكان يظن باللي يقدر لما يحط أو يحيى أو طرطاق أو توفيق يحطهم في الحبس
طبعا راهم في الفي اي بي حبس، يعني راهم في حبس نتاع النجوم، اذا 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 صحت العباره، او نتاع الناس المهمين، فيري امبورتانت بيرسون، لانهم راهم حاطينهم في العياده، وحنا نعرفوا ان العيادات داخل السجون هي تعتبر حبس من نوع خاص، لان اللي فيها يتحركوا كما يشاؤون، جيهم طبعا الماكله راهي تصلهم كما يشاؤون، راه يصلهم الدخان، في حتى من ذكر لي بلي راه يصلهم حتى الخمر، راه يدخل لهم الخمر الى المحابس نتاعهم، طبعا كلهم خمرجيه على استثناءات قليله، لكنهم موجودين في الحبس. هو ظن حينما يضع هؤلاء في الحبس بلي هذا هو الشعب يريد ان يصل الى نظام لا يصل فيه هؤلاء الى رئيس وزراء ووزير وجنرال ثم نحبسوهم، لا، الشعب يريد ان يصل الى نظام مثل هؤلاء لا يدخلون مناصب السلطة إطلاقا، ما يكونوش حتى رؤساء بلديات أو منع عامون تاع بلديات أو موظفين صغار في بلديات، فما بالك أن يكون رئيس حكومة ووزير أول ووزير مانيش عارف عدل ووزير كذا ووزير كذا والآخر رب البلاد والآخر الجنرال الفلاني والجنرال الفلاني. الشعب يريد قيام دولة العدل والحق والقانون، دولة مدنية، هذه جمهورية ماشي كازيرنا. فهو كان يظن بمستواه وبعقليته وبافكاره، وكان يظن بان هذه الاخر راح الشعب خلاص يسقط ويفهم ويخضع له وماشي الحال، لا ابدا. مع ذلك الشعب اسقط انتخابات 18 ابريل ثم اسقط انتخابات 4 جويلية وماشي انتخابات 12 ديسمبر. انتخابات الجميع يعرف انها مزوره سلفا. الدليل الآن في هذا الوقت، يعني قفة رمضان ظهرت في عدة بلديات، بعثوا لي ناس من يسر، من بلدية يسر، يقولوا لهم أرواحوا تسجلوا في قفة رمضان، قفة رمضان في أكتوبر، والآن أي شيء تاع السكنة، تاع الطلبة، تاع كذا، جيبوا لنا برك لي كارد دونديتي باش يدوا عليها فوتوكوبي وباش ياخذوا السينياتير تاعهم، وباش يديروا باش يجمعوا الاستمارات للأرانب اللي راهم داخلين. كل اللي داخل هذه الانتخابات هم أرانب، هم عارفين أنهم أرانب، لكن داخلين لأنهم يعطوهم حاجة هنا، يعطوهم حاجة لهي، اللي يعدوه بمنصب دبلوماسي، اللي يعدوه بمنصب فليرا الجيري، اللي يعدوه بشقة لهي، اللي يعدوه بوظيفة هنا أو مدير تلفزيون أو إلى آخره. هذه الوعود اللي يعطوها لهم، ما عندهمش مشكلة أنهم يخرجوا بوجوههم، لكن الحمد لله أن هذا الحراك، هذه الثورة العظيمة، راهي غربال، راهي فلتر، راهي من ذاك يزيد يطوحوا المرتزقة والمنافقين. إذا أتمنى إنه إخواني، حتى والتصعيد لم يأتي كما كان ربما يتوقعه البعض بما فيهم أنا اللي أدعو له، وهو عبارة عن إضرابات، لكن مع ذلك ما هو موجود. سألني اليوم واحد من الأفاضل لما كنا في لقاء نظموه هنا أحرار لندن أو أحرار بريطانيا بعبارة أدق، قلت له حتى حينما لم يأتي التصعيد النوعي فهناك تصعيد عميق فيما يجري، الشعارات، الأعداد، غلق البلديات هذه تاع الانتخابات، فضح هذول اللي داخلين في الهيئة ما يسمى بالهيئة الانتخابات إلى آخره، هذا كله تصعيد نوعي، حتى ولم يكن ربما تصعيد في إضرابات أو في عصيان كما قلنا عصيان سلمي، لأن كلمة عصيان مدني ربما حاولوا تشويهها. إن شاء الله في النصف الثاني من الحديث ربما بعد حوالي ربع ساعة ينضم إلينا أخونا الدركي السابق محمد عبد الله، ولعل اللي كانوا يتابعوني منذ فترة وحتى اللي شافوه يعرفوه، كان ظهر معايا في منتصف نوفمبر 2018، يعني تقريبا حوالي سنة، ثم ظهر بعدها بثلاثة أو أربعة أسابيع عاود ظهر مرة ثانية معايا، وهذه المرة الثالثة اللي حيظهر معايا، راح يحدثنا إلى حد ما على المود كما يقولوا، أو على النفسية نتاع في الدرك في الجيش من خلال اتصالاته. طبعا الآن اتصالاته أكبر بكثير مما كانت، وهناك كثير من أحرار الجيش، أحرار الدرك، يتصلون به ويعطوله تفاصيل راح يوضعنا في الجو، وهو الجو اللي كنت نقول لكم عليه لكن راح نسمعوه منه، وهو أن خاوتكم في الدرك مثل ما هما في الجيش، مثل ما هما في الشرطة، كلهم إذا على استثناءات قليلة
إذا استثنينا ربما 10-15% منهم فإنهم معكم، خاصة كلما نزلت الرتبة كلما كانوا معكم. تأكدوا من ذلك وإن شاء الله ستسمعونه منه بعد في النصف الثاني. اليوم كان في اعتقالات أيضا، اعتقلوا أخونا الصحفي سعيد بودور. سعيد بودور كان ناشط جدا في الحراك، وكان يقدم صور ويقدم كتابات من أروع ما يكون، أو على الأقل تعليقات، أو في تويتر في الفيسبوك إلى آخره. تم اعتقال قبله بثلاث أيام ولا أربع أيام لعلكم تذكرون. تم اعتقال أيضا صحفي آخر يسمى مراكشي، وهو مراسل لمجموعة من قناتين أو ثلاثة كان يقدم لهم. وهناك عدد أخرى، يعني كان بعض الصحفيين الأحرار في السجون. طبعا الصحفيين المرتزقة راهم يزيدوا لهم، كاين حتى اللي عطاهم سكنة هذه الأيام، كاين اللي زادوا لهم في المال، كاين اللي زادوا لهم في المسؤولية، كاين كلما يكونوا أكثر نفاقا وأكثر ذلا أمام الرنجاس، كل مرة يتلقوا مصالح إضافية. كان في اعتقال أيضا عدد المتظاهرين في تلمسان، إخواننا في تلمسان، حي الله حرارة تلمسان. تلمسان هذه كم أخذت، يعني إذا كان الجزائريين ذبحوا بنظام بوتفليقة ونظام العصابة اللي معاه مرة، فإن تلمسان ذبحت مرتين، لأن الناس يظنوا بأن التلمسانيين هم اللي، بأن بوتفليقة واللي معاه هم التلمسانيين، وأنهم لأنهم تلمسانيين ما يفعلون كذا. لا، الحقيقة تلمسان مثلها مثل عنابة اللي ينتمي إليها قايد صالح، أو مثل الشوية اللي ينتمي لهم قايد صالح، أو مثل القبائل اللي ينتمي لهم أبو يحيى، أو مثل العرب اللي ينتمي لهم بوتفليقة. كل هؤلاء ذبحوا بهؤلاء. وتلمسان هذه المدينة العريقة، هذه المدينة التي هي تفوح منها الحضارة والتاريخ، كان لها موقف أيضا اليوم من أبنائها اللي رفضوا غلق مكاتب ما يسمى الانتخابات. يعني مش انتخابات باختصار بسيط، بعضهم مازال معتقل. إنكم ترسمون الآن اللي راهم معتقلين من إخواننا الأحرار، واللي راهم يعتقلون، واللي سيعتقلون، كل هؤلاء راكم تكتبون تاريخ جديد لهذه البلاد، راكم تعيدون الروح لهذه البلاد. أنتم الذين تخرجون وتتظاهرون نساء ورجالا، شيوخا وشبابا، راكم تعيدوا النفس، راكم تعيدوا الأمل راكم تعيدوه لإخوانكم في كل مكان، لأن هذه البلاد ستنهض، وستنهض بإذن الله. اليوم أيضا كان فيه نعم، في فضح لمزيد من هؤلاء اللي ينتموا إلى ما يسمى بهذه هيئة الانتخابات. الناس بدأوا يضعوا صورهم، بدأوا يبحثوا عليهم، بدأوا يجيبوهم. أكثرهم أفلان إيرندي، واللي ما كانش أفلان إيرندي كان مع ما يسمى بهذه منظمات المجتمع المدني، اللي هما الأغلبية العظمى منهم كاشيريست وخماسة عند الحنوشة. فالناس بتخرج فيهم، واصلوا إخواني في هذا الإطار. كل من ينضم لهذه الانتخابات المزعومة المزورة، كل من ينضم إليها فهو خائن للبلاد، خائن للوطن. أضاف لي واحد من الأفاضل اليوم قال وخائن للشهداء. نعم، وخائن للشهداء أيضا، الشهداء اللي ماتوا من أجل أن تستقل الجزائر، من أجل أن كرامة الجزائر، عزة الجزائر. لقاو أو شافوا الآن، لو كان يخرج واحد منهم يشوف باللي الجزائريين تبدلوا عليهم الكولون بكولون. الكولون اللي كان اسمه ميشيل ودافيد وباتريك وفريدريك ومانيش عارف، اصبح اسمه احمد وصالح وبدوي ومانيش عارف الى اخره. هذا هما الفرق، ان هذاك الكولون كانوا شويه متقدمين عليهم، وكانوا شي يحبوا البلاد اكثر من هذا الكولون اللي راهم موجودين الان. كانوا يذبحوا في الشعب، لكن كانوا بالنسبه للجزائر كانوا الى حد ما يعني يقوموا بها وبالفلاحة والصناعة إلى آخره. الكولون هذو اللي راهم اليوم يهربوا في الأموال، يهربوا في أولادهم. مما زاد من وضع إضعاف قايد صالح في حديث على أن أبناؤه على الأقل اثنين منهم هربوا إلى فرنسا. طبعا فرنسا وين عندهم أملاكهم وأموالهم، وعندهم شارين لفيزا، شارين لريزيدونس، وكان حتى اللي عنده شاري الجنسيات. الآن تروح لفرنسا أو تروح لأوروبا، في الغالب الدول الأوروبية الآن بنص مليون يورو
تشرين ريزيدونس إقامة مؤقتة ثم تصبح إقامة دائمة ثم بعد سنوات تصبح عندك جنسية بالأموال تاع الشعب بأموال الشعب. فهم راهم عاملين هذا الشيء. فربما اللي زاد أضعافه هو خروج اثنين من أبناء وربما بنت أخرى أيضا إلى المغادرة إلى أوروبا إلى فرنسا تحديدا، وخوفهم من أنه في لحظة ربما يباتوا في الليل نوض الصباح يلقوا أنفسهم معتقلين، لأن عارفين أن قايد صالح راه يدي فيهم أو خاي البلاد راه يدي في البلاد إلى الهاوية، وفي لحظة معينة ربما الجنرالات المحيطين به يشعرون بأنه من الأفضل أن يسلموه هو للشعب كما سلم هو بوتفليقة وسجنه سعيد والآخر أطاح به من أن يكونوا هما رؤوسهم أيضا تحت المقصلة. من بين الأسئلة اللي مرة تجيني يقول لك ماذا نفعل؟ من بين الأشياء اللي نفعله إخواني كل من يشارك في هذه الانتخابات إما ترشحا إما تنظيما إما كل من يشارك فيها أو يدعو له يحلل في القنوات أفضحهم جيبوا لهم تاريخهم الحقيقي، جيبوا لهم ارتباطهم بعصابة بوتفليقة وبعضهم ارتباطهم حتى بعصابة التسعينات جنرالات الدم، جيبوها لهم ووضعوها لهم في الانترنت في الفيسبوك في اليوتيوب باش يتفضحوا أمام أسرهم أمام أبنائهم أمام إخوانهم ويتفضحوا أمام جيرانهم. ما تظنوش هذه أنها بسيطة، فضحهم ووضع صورهم ووضع أسماءهم راهي ستبقى خزي وعار عليهم إلى يوم الدين. ثم أن الناس إن شاء الله تقوم الجزائر الجديدة والناس لن تخدع مرة أخرى. وكان كانوا الجزائريين يعرفوا مثلا أن نزار التحق بالجيش الفرنسي في 56 وهو من مواليد قلب الشاوية قلب الثورة حيث اندفعت وحيث انطلقت، في حين كانوا اللي انتاجوا يلتحقوا بالثورة والثوار التحق هو بالجيش الفرنساوي 56 وظل فيه حتى جا ديغول، والطريقة المشهورة اللي معروفة من أنهم بدأوا يخترقوا في الثورة الجزائرية لأن ديغول كان فاهم بأن قضية الاستقلال هو قضية وقت فقط. إذا لو كان كانت الناس عارفة شكون نزار ما يكونش نزار وزير دفاع في 90 ثم يصبح يقوم بالانقلاب في 92 ويدخل البلاد في الكارثة، ولا العربي بالخير ولا محمد تواتي ولا محمد العماري ولا اسماعيل العماري ولا جنيزية ولا غزيل لكي نذكر هؤلاء فقط. فضح المفسدين اللي راهم ماشيين مع هذه العصابات إذن أهمية مطلقة ليس فقط في الآن ولكن أيضا للمستقبل وحتى لا نخدع مرة أخرى. ومع الفضح هؤلاء يدخلوا فيها كما قلت لكم هذو تاع الصفحات أيضا صفحات فيسبوك. صفحات الفيسبوك كثيرين منهم الآن راهم يوصلوا تعطاهم الملايير ملايير السنتيمات ملايير السنتيمات. أعتقد أن أخونا أمير يكون اليوم لأنه كان كلمني عن الموضوع توصل بوثائق تكشف واحد من هؤلاء اللي كان يزعم أنه مع الفيس وقريب من الفيس ماخذ 2 ملايير و400 مليون في إحدى الصفحات المجرمة اللي يسموها 1-2-3 حاجة كما هيك. 2 ملايين و400 مليون ماخذها من عند جيزي أموالكم، الضرائب اللي يزيدوها عليكم في التليفونات، الدقائق اللي ما يعطوها لكم شينحوها لكم ويعطوها لهؤلاء الذباب الكبير، والذباب الكبير يحصل على الملايير ويعطي الذباب الصغير 300 ألف النهار ولا 200 ألف النهار ولا 400 ألف ولا حتى 500 ألف النهار. إذا هذه الصفحات نتاع الذباب هؤلاء أفضحوهم وأفضحوهم بالأسماء أفضحوهم بالأسماء حتى لا نجدهم مرة أخرى يدوروا، لأن هؤلاء ما عندهمش لا دين ولا ضمير ولا أخلاق ولا رجولة ولا شهامة، ما عندهم ولا شيء. مستعدين غدوة، وأنا أعرف بعضهم يعني مستعدين غدوة اللي اليوم راهم يلعنوا فينا لعنا ويبعثونا في التهديدات ويبعثونا، يستطيع غدوة يجي يبكيلك عند رجليك. أنا شفت واحد منهم على سبيل المثال كان وصل في قناة الخليفة في 2004 وصل إلى درجة قال بأن بوتفليقة ولد حرام عزكم الله، هذا يسموه الصادق بوقطايا، هذا قال أن بوتفليقة ولد حرام في 2004،
ثم ذهب له. هذا الكلام كان في أبريل، ثم في نوفمبر، في مارس أبريل 2004، ثم في نوفمبر 2004 راح له يبوس له في رجليه باش 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 تشوفوا إلى أي درجة يوصلوا هؤلاء. ثم أصبح يقدس في بوتفليقة. هذا مثال من أمثلة كثيرة أعرفها طبعا، كنا بدنا نتحدث عليها من سكوتش، هذه معركة نتاع أكثر من 20 سنة معاهم في القنوات. وهناك أسماء، وهناك اللي ربما البعض منكم يعتقد أن خاصة الشباب الصغير أنها حاجة كبيرة، لكن صراحة إن شاء الله كاش نهار ربما إذا اضطررت لهم أو شفتهم أنهم ما زالوا موجودين نجيبهم بالأسماء. يعني وأشهد على ما على الذين واجهوني أو اللي كانوا يدافعوا بقوة على هذه العصابات اللي راه البعض منهم انقلب عليهم وعلى بوتفليقة. لست أدري إذا كان الأخ محمد التحق أم لا. أريد قبل أن أنهي هذا الجزء معكم أؤكد لكم مرة أخرى أن هذا قانون المالية، قانون 2020، هذا قانون خطير جدا. هذه حكومة بدوي، هذه ليس لها الحق أن تقوم بهذا القانون. كان المفروض أنها تقوم فقط بتسيير الأمور اليومية، وحتى لو وضعت قانون للمالية كان المفروض أن هذا القانون للمالية ما يتجاوزش وما يدخلش في القضايا الكبرى، يعني تقريبا لازم يبقى في القضايا المعترف اللي هي لا تثير أي إشكالات. أكثر المواد تضمنت إما ضرائب على الشعب، مرات ضرائب مغلفة ومرات ضرائب معلنة، وإما امتيازات للشركات الأجنبية والأجانب. هذا قانون المالية. أما قانون المسروقات، هذا اللي يسموه قانون المحروقات، اللي هو في الحقيقة قانون 2005 الذي عدل في 2013 ثم الآن راح يعدلوه، هذا باختصار بسيط يبيع البلاد، يبيع البلاد. وما هوش فقط في موضوع، بالمناسبة ومش فقط في الموضوع نتاع المحروقات، لأن في قانون المالية تاع 2020 وحتى في قانون المحروقات هذا بطريق غير مباشر فاتحينه في مجالات أخرى، في مجالات أخرى، مجالات التنقيب. تكلموا مرات على التنقيب بشكل عام، معناها روح نقب الذهب، لأن القاعدة يتكلم على التنقيب. مرات تكلموا على تنقيب البترول والغاز، مرات لا يتكلموا على التنقيب وساكتين. والتنقيب هنا قد يكون تنقيب على الذهب، على الأحجار، على الأحجار هذه الثمينة، على وكاين أشياء كثيرة في الصحراء الجزائرية بالمناسبة اللي هي تعتبر يعني مرات أثمن من الذهب، كاين معادن أثمن من الذهب. والأخطر من ذلك أنهم بصريح العبارة يتكلموا على الغاز الصخري والبترول الصخري وفاتحينه للشركات الكبرى، مما يعني تدمير المياه الجوفية اللي موجودة في الصحراء الجزائرية واللي هي واحدة من أكبر مياه الجوفية في العالم. بدل ما يكلمون على المياه الأكثر اللي موجودة، المياه الجوفية الموجودة في الجزائر هي واحدة من أكثر المياه في العالم، قاعدين يكلمون على الغاز الصخري في الجزائر أنه واحد من أكثر في العالم. اولا مش صحيح، مش هو واحد من اكثر في العالم، يعني كاين بلدان كثيره بما فيها الولايات المتحده، بما فيها الصين، بما فيها اللي هي فيها اكثر، بعض بلدان جنوب افريقيا. ثانيا المياه اخطر واهم واغلى من الغاز الصخري. ثالثا لدينا في الغاز هذا الاحفوري، الغاز التقليدي والبترول التقليدي هذا والاحفوري، الثلاث أرباع البلاد مش مكتشفة. ثم لماذا نذهب ونبقى حبيسي البترول والغاز؟ هل اليابان عنده بترول وغاز؟ هو ثالث اقتصاد اليوم في العالم. هل الصين مكتفية من البترول والغاز، تشتري أكثر من 70% من حاجياتها من البترول والغاز؟ هل كوريا الجنوبية اللي هي رقم 9 ورقم 8 في الاقتصاد العالمي عندها بترول وغاز؟ هل سنغافورة عندها بترول وغاز؟ هل تركيا عندها بترول وغاز؟ كل هذه الدول اللي ذكرت لكم يا إما ما عندهاش، يا إما عندها ما كمية صغيرة وتحتاج كميات كبيرة تشتريها وتستوردها. لماذا نبقى نحن أسرى البترول والغاز؟ في حين أن الصحراء أثبتت أنها يمكن أن تكون فيها زراعات هائلة، يمكن أن تكون فيها مدن
شوفوا المدن الأمريكية في الصحراء الأمريكية، شوفوا روحوا الصحراء الأمريكية أو الصحراء الأسترالية على سبيل المثال. أي واحد يدخل لهذه المدن ويروح للمدن الصحراوية في أمريكا أو في أستراليا ويشوف. مع ذلك صحراء الجزائر أفضل بكثير لأنها تتوفر على مياه هائلة. يعني كان ممكن نكون مثل هذه المدن اللي هي مشهورة وعالمية سواء في أمريكا أو في أستراليا على سبيل المثال. لما أذكرش كل الأمثلة، حتى في الصين هناك مدن صحراوية من أرقى ما يكون، لأن يعني الصين أيضا فيها جزء كبير من مساحتها مساحات صحراوية. شوفوا حتى هذا السفهاء بتاع أبو ظبي وتاع دبي، شوفوا جداره من الصحراء. شوفوا الدوحة اليوم مثلا، يعني صحراء الجزائر بالمقارنة مع الدوحة لا تقارن. صحراء الجزائر ماهيش ما فيهاش ديميديتي بشكل رهيب، وما تصلش إلى درجات الحرارة اللي تصل هناك، قاتلة وغير صحية. ومع ذلك شوفوا حتى هؤلاء السفهاء، شوفوا كيف جعلوا من هذه المدن اليوم اللي راهي تهرب لها أموالنا بالمناسبة، خاصة دبي وأبو ظبي. نعم نعم، في دالاس وفي كثير من المدن الأمريكية. الناس حط فقط المدن، دير روح لجوجل قول المدن الأمريكية الصحراوية، اكتبها بالإنجليزية خاصة وشوفوا شو يخرج لك. يعني آخر مدينة هناك تساوي العاصمة نتاعنا 20 مرة من هذه المدن الكبرى، سواء دالاس أو هوستن أو غيرها. احنا مع ذلك ما اكتفوش بالغاز والبترول الأحفوري تقليدي، هذا رايحين للغاز الصخري باش يدمروا المياه ويدمروا البيئة. ولذلك هذه المعركة خذناها قبل 5 سنوات معهم قادها الجزائريين، وكان لي الشرف أن أكون واحد من هؤلاء اللي خضنا ضدهم حرب حقيقية على الغاز الصخري واضطروا إلى التراجع. الآن راهم محشورين ما بين الشعب اللي رافضهم وما بين القوى الكبرى اللي ساكتة عليهم، لكن طبعا بثمن. يعني القوى الكبرى هذه ماهيش جمعيات خيرية، هذه القوى الكبرى ليست جمعيات خيرية. إذا سكتوا عليك معناه لازم تدفع لهم فوق الطاولة وتحت الطاولة. اللي راهم يدفعون فوق تحت الطاولة هاي كثير منها ماناش عارفينها، واللي راهم يدفعوها فوق الطاولة هاي ولات علنا بهذا قانون المسروقات. لذلك إخواني أصبح إسقاط هذه العصابة اللي يقودها اليوم القايد صالح ومن معاه أصبح ضرورة وجودية بالنسبة إلينا. شوفوا كاين ملايين الشباب جزائري هو عاطل بشكل أو بآخر، اللي يبيع الدخان واللي يبيع الحوايج واللي يبيع في السوق واللي منش عارف، ملايين. لو كان فتحوا فقط آخر شيء أنه يفتحوا الصحراء ويخلوهم يجيبوا آلات باش يقوموا بالزراعات، والزراعات اليوم في الصحراء اللي راهم دايرين زراعات في الصحراء يقدروا يقولوا لكم جنات. أنا قبل 25 سنة كنت نمر على بعض، لما كنت نجيب السيارة من طرابلس إلى مرورة سواء خاصة لما نعود نازل إلى الأغوار، ونمر على بعض الأماكن في ضواحي القرارة وفي ضواحي توغرت وفي ضواحي، يعني كاين خاصة أنا ما زلت متذكر ضواحي القرارة وضواحي فيها جنات. الآن تقريبا أقل شيء نصف المواد الزراعية بما فيها اللوز وبما فيها الكاوكاو وبما فيها ينتج عندنا في الصحراء، في بعض على الأقل في بعض الأماكن في الصحراء. أقل شيء كانت يخلقوا عشرات الآلاف من الوظائف من غدوة بالتشجير، تشجير الجزائر خاصة في الجنوب أقل شيء. لكن هؤلاء يكرهون الشعب والشعب يكرههم، وها هم الآن وش راهم فالحين غالقين أماكن. إحنا الناس راهي فاقت واحتجت على لما هذا خايل البلاد غلق العاصمة على أهلها خاصة من الخميس والجمعة. راه في أماكن في الصحراء راهي تقريبا نصف الصحراء مغلوقة على أهلها وعلى الجزائريين، وكثير من الأماكن اللي غالقينها ودارينها مراكز عسكرية راهي في الحقيقة مراكز نتاع تهريب الذهب وتهريب المعادن الثمينة اللي راهم متعاونين فيها مع الكنديين ومع الأستراليين ومع الإماراتيين ومع
باش يهربوها، تشوفها منطقة عسكرية ومرة تلقى حتى الجنود يحرسوا، بينما هي في الحقيقة الداخل باش يديروا التنقيب ولا واحد يراقب. إذا معركتنا مع هذه العصابة تكبر، وكلما زادت الأيام راهم يبيعوا في البلاد أو يقدموا فيها هدية في الحقيقة باش ترضى عليهم هذه الدول. ولذلك علينا من أن نسرع في الإطاحة بهذه العصابة. نتمنى على بعض الجنرالات اللي ما زال عندهم وطنية وما زال عندهم حب لهذه البلاد أن يستمعوا للشعب وأن يستمعوا له في أسرع وقت ممكن، لأن الوقت ينفث. لست أدري إذا كان الأخ محمد التحق بنا أم لا. وراء الفيسبوك وراء اليوتيوب، الآن نراكم 16,000 على اليوتيوب و 12,000 على الفيسبوك الآن. إذا ما التخش أخونا محمد عنده شوية مشاكل مع الفيسبوك لأنهم غلقوا له عدة صفحات، غلقوا له عدة أسماء بطبيعة الحال بدعم إماراتي وبأموالنا. راهم كثير ماكم معايا هنا، وراهم اللي يغلقوا لكم الصفحات اللي مش مرات. بعض الناس يكتبوا لي يقولوا لي ماناش قادرين مثلا نعلقوا، او ماناش قادرين نشوفوك، او ماناش قادرين نسمعوا الصوت. هذه كلها راهي نابعه من التواطؤ نتاع بعض الافراد داخل الفيسبوك، ومرات نتاع ادارات داخل الفيسبوك، خاصه اداره الامارات. لان يعني الفيسبوك عاطيه للامارات على تويتر وعلى اليوتيوب وعلى الفيسبوك. الامارات شاريه حقوق كبيره بحيث تتحكم في كل ما يكتب بالعربيه خاصه، او في البلدان العربيه حتى مرة تكتب الفرنسوية وانت في الجزائر او كيف كيف، او في المغرب او في تونس كيف كيف. الامارات دايرة عملية كل ما يهاجم العصابات، كل ما يهاجم العصابات تحاول تغلق الصفحات. وانا رأي صفحتي كثير من المرات تعاني من السينيال وما توصلش لكثير من الناس. انا مرات وصلت احيانا في البيت نتاعي ما قدرتش نفتح الصفحة نتاعي، وانتم مرات كثير منكم يعاني. إذا ما ظهرش الآن الأخ محمد، خلينا نشوف ممكن هو ظهر هنا معنا، نشوف إذا نقدروا نضيفوه. الآن نظن باللي رانا ظهر، وهذا في الحقيقة لو حساب جديد بالنسبة لأنهم بنقولوا مجموعة كبيرة من الحسابات ومن الصفحات. طبعا آخرين خونا أمير غلقولوا، أخواتنا كثيرين من الناشطين المجتهدين اللي غلقولهم. لعله الآن أظهر معنا. نعم أظهر معنا على الفيسبوك. مرحبا بك أخ محمد. الإخوة على اليوتيوب راح تسمعوا الحوار، من يبقى منكم معنا سيسمع للحوار، لكن للأسف لن يستطيع أن يشاهدوا لأن الدخول هو عن طريق الفيسبوك. أخ محمد عبد الله مرحبا بك، تسمعني أخ محمد؟ هل تسمعني؟ نظلوا كان تاخذ دير السماعات في الاذنين اذا عندك سماعات. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اخواني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متتبعين صفحه محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ محمد تظهرت معنا، غادرت منصبك، غادرت وظيفتك. انت كنت لا راني نسمع فيك، لا راني نسمع فيك، لا معقول راني نسمع فيك. انت كنت للاخوه اللي ما عرفوكش او ما شاهدوكش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخ محمد انت غادرت وظيفتك وغادرت منصبك، كنت لاباس عليك، كان عندك سكن، كنت تدي سالير مليح، كنت تشتغل في وظيفه مريحه، لانك كنت تقريبا نقدر نقولوا للناس بعباره دقيقه يعني او بتوصيف يفهموا كاع الناس كاميرامان نتاع الهليكوبتر، يعني الهليكوبتر تاع الدرك لما تطلع في السماء وتبدا تصور. انت كنت انت هو اللي يصور هناك، عندكم اسم تسميه لهذا الموضوع درك قلنا عليه. مع ذلك غادرت، ولخص لنا اللقاء اللي جريته انا معك قبل حوالي سنه في منتصف ابريل، في منتصف نوفمبر 2018. لخص لنا واش كان هذاك اللقاء في دقيقة أو دقيقتين، وبعدين نمر للأسئلة تاع اليوم.
أخ محمد راك تسمع؟ راك تسمع؟ هل تسمعني أم لا؟ إذا ما سمعتش ربما نحي السماعات أفضل، مانيش عارف أفضل أنك تكون بالسماعات أو بتكون بدونهم. للأسف عاد غاب، لعله الآن يعود يظهر. إذا ظهر نتمنى على المساعدة أن يوضعوا في البينيه مرة أخرى باش هكذاك نقدروا نسمعوه. عموما يعني كان يحدث فيه يعني هذا اليومين، إذا ما الحال تحقش معنا على الأقل لخص لكم بعض الأشياء في انتظار أنه يأتي. وهو حدثني على نفسية الجيش عموما والدرك خصوصا، لأنه هو علاقاته وأصدقائه موجودين في الدرك، والآن عادت اتصالات مع أعداد لا بأس بها، وحتى ناس جدد يعني اللي كان ما يعرفهمش أصبحوا هم يعرفوه، أصبحوا هم تقريبا اللي الآن يتصلوا به هم اللي ما كانوش يعرفوه ويعرفهم من قبل، لكن لما شافوه ظهر وبدا يناضل بداوا يتصلوا به. وطبعا كاين اللي يتصلوا به، كاين اللي هما حنوشة، لكن كاين اللي هما احرار يعني. فعموما الخلاصة اللي كان قال لي عليها اليوم، ولذلك قلت له مليح ان الناس يسمعوها منك، ولانك انت راك في اتصال مع اخواننا هؤلاء، هو ان هناك غضب رهيب على مستوى قواعد الجيش من تصرفات كبار الجنرالات خاصة القايد صالح، وأن داخل قواعد الجيش في الدرك وفي الجيش، لأن الدرك كما تعرفه هو تابع للجيش، أنه في الحقيقة بالنسبة إليهم هذا الحراك، هذه الثورة السلمية هي المخلص، هي اللي راح تخلصهم من العذاب اللي كثير منهم يعانوها، والحقرة اللي يعانوها، والسب اللي يدوه، والشتم، لأنهم فهموا أن دولة القانون أو دولة الحق والقانون ستكون عادلة بالنسبة إليهم هم. كلما كنت مظلوما، كلما تكون محقور، دولة العدل والحق والقانون ستكون في مصلحتك. كلما كنت ظالما، كلما كنت ناهبا، كلما كنت لصا، دولة العدل والحق والقانون ستكون بالمرصاد لك. لأن مش معناها دولة العدل والحق والقانون، معناها انت اذا كنت او انت اذا كنت فرمليه او كنت فرملي، انت تقوم بدورك وبواجبك وتتلقى مقابل ذلك اجرك، وما يجيش المسؤول او مدير المستشفى باش يسبك ويشتمك لانك ما قدمتلوش خدمه لولد عمه او لولد خالته او لولد اخته. واذا كنت انت امراه، ما يجيش يتحرش بيك مدير المستشفى أو والي الولاية إذا راكي سكرتيرة في الولاية أو الميري إذا راكي في البلدية. كاين كثير من النساء الرجال خاصة المتزوجات اللي تركوا الوظيفة نتيجة لكوارث التحرش. إذا فدولة العدل والحق والقانون يعرف الرجل أن مرته حينما تروح للإدارة فإنما فيش مفيش فاجر يتعدى عليها، وإذا تعدى عليها في القانون، والقانون سيكون صارم وصارم جدا. تعرفوا إخواني هنا في هذه البلدان، هذا بلدان الغرب، اللي الناس مرات تشوف فيها بلي الأمور هذه هي تاع الفساد ونتاع سهلة، كاين وزراء، بل كاين رؤساء، بل كاين رؤساء وزارات سقطوا لأنه تعدى على السكرتيرة نتاعو، لأنه ألمح للسكرتيرة نتاعو بكلمات معينة، أو للعاملة أو للموظف بشكل أو بآخر. تعرفوا بأن هذا الكيان اللي ما يسمى بإسرائيل سجنوا رئيس سابق عندهم لأنه اعتدى على السكرتيرة نتاعه، تحرش بالكلام. إذا هذا كله يخلينا نقول بالنسبة للمستضعفين، أينما كنتم حينما تكون مستضعفين، أينما كنتم فإنكم أنتم ستستفيدون من دولة العدل والحق والقانون. عندما تكون أنت موظف صغير
او عندك ليسونس وعندك او عندك انجنيوره، ويجيبوا فلان او فلانه لانها عندها خالها او عندها عمها او عندها اخوها او عندها باباها، ويعطوها المنصب اللي انت تستحقه، بينما هي ربما عندها ترمينال او هو عنده ترمينال وانت عندك ليسونس، فان دوله الحق والقانون لا تسمح بذلك. حينما تكون انت عاطل عن العمل او انت عاطله عن العمل، وتقدم آلاف المرات، مئات المرات، عشرات المرات، تتصل بالإدارات وتقدم الدوسي والسي في، وعمرهم لا يتصلوا بيك، وحتى لما تدير الكونكور يدوا الناس يظهروا الأسماء ربما اللي ما حضروش أصلا للكونكور، وانت دير الكونكور هنا ودير الكونكور هي، وسافر لهذه البلاد وروح للبلاد الأخرى. دولة العدل والحق القانون ما تسمحش بهذا، لأن الأمور ستكون شفافة، وكل شيء مبني على تكافؤ الفرص، وعلى كلما كنت قدراتك أكثر العلمية والفكرية كلما كان منصبك أهم، وكلما كنت مهني وتقوم بعملك كما يجب كلما زاد احترام الناس لك والقانون لك، وترقيت ما تحتاج باش تترقى، إذا كنت ليطن ما تحتاجش انك تتذلل للجنرال او للكولونيل باش يطلع كابيتان، او باش ما ينحكش من قائمه الترقيات. اذا كنت معلم او استاذ وانت كفء، ما تحتاجش انك تتذلل، او معلمه ما تحتاجش انك تتذللي، او ربما شيء اكثر، لمدير تربيه على مستوى الولايه، او مدير الثانويه، او مدير المتوسطه، لكي تحصلي على الترقيه اللي لازم، او تحصل على الترقيه اللي لازم، لأن دولة العدل والقانون هي اللي توفر لك ذلك. وحينما ما توفرهاش عندك القضاء العادل. إذا كنت قاضي أو كنت قاضي يجدد وشباب صغير وجايين قضاء، ما تحتاجش أو ما تحتاجيش تروحي عند البروكيرور دو لا ريبوبليك أو عند البروكيرور جينيرال النائب العام أو عند رئيس المجلس عند رئيس المحكمة أو رئيس المجلس باش يخلي الملف نتاعك يروح للترقية، ولازم تقدم إما هدايا مالية أو هدايا من نوع آخر. دولة العدل والحق والقانون لا تسمح بذلك، وإذا وقع ظلم فقضاة العادلين موجودين. إذا كنت أتليت أو رياضي أو ولديك إمكانيات باش تخرج للخارج، فما تضطرش انك تروح تعرف جنرال ولا تعرف المدير العام ولا تعرف باش يحطك في لاليست باش تروح للخارج، لانك انت تستحق ذلك. وفي الغالب ما يحطوكش، وفي الغالب يحطوا ناس ما عندهمش كفاءات، ولذلك شوف الرياضة الجزائرية انهارت في كافة المستويات. لمكن مش الرجل الفاضل هذا مع مجموعة من اللاعبين بالنسبة لكرة القدم، لو كان مازال البؤس على الرياضة. لماذا؟ لأن دخلها فساد عارم. إذا كنت انتربرونور وعندك شركة، ما تحتاجش أنك تمد منها 10% و 20% الأوردوناتور اللي يسمح بي باش يخلصوك، أو تحتاج تجيب حنش برتبة عقيد أو برتبة جنرال باش يتدخل لك عند الوالي باش يخلصوا لك 500 مليون اللي راك تسالهم، لأن دولة العدل والحق والقانون تضمن لك ذلك. إذا كنت جامعي وطلعت من الأوائل، وانت تشوف بعينك أن اللي ما كانش يجي وما كانش يحضر عطاولو نقاط عليا، وبعدين يدين بورس أو تدي بورس وتروح لفرنسا أو بريطانيا أو كندا أو بلجيكا، بينما انت تموت والديك يشوفوا فيك تموت بالغنطة بالقنطة، والديك يشوفوا فيك أنك كم تتألم، وكان ممكن أنت تطلع تدير دكتوراه في بريطانيا أو في فرنسا، أو كان أنت تحتاج العلم. دولة العدل والحق والقانون ستضمن لك ذلك. إذا كنت عامل بسيط، ما تحتاجش باش تروح للمسؤول نتاعك تقدم له هدايا وتشري له ريحة، ولا تشري له مانيش عارف لابنه ولا لبنته، ولا باش يخليك ترونكيل، خاصة إذا كانت امرأة. إذا كنت مطلقة وصار الأحداث
طلاق بينك وبين زوجك، ما تحتاجيش أنك تروحي تتذللين للقاضي الفلاني اللي ربما ما يخافش ربي ويطلب أكثر ويطلب الحرام باش يعطيك حقك ويعطيك الكفالة ويعطيك الـ ويعطيك الـ ما 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 يجب أن يعطى لك. إذا كنت صاحب أرض وداوها لك عندها في دولة الحق والقانون، تروح للقاضي يرجعها لك، ماشي تروح للعقيد فلاني أو الوالي الفلاني، أو تجيب 500 مليون تسلفها أو باش تمدها رشوة باش يرجعوا لك أرضك اللي نهبوها لك. إذا كنت تستحق سكن فما تحتاجش أنك تبعث بنتك ولا زوجتك ولا باش تروح تشوف المير وتحلل المير، بالك يحطوك في لا ليست. أو أنت لازم تحب تدبر 50 مليون تحطها له قهوة، ما تحتاجش. دولة الحق والقانون ما تسمحش لذلك، وإذا حدثت هذه المصايب دولة الحق والقانون هي اللي ترجع لك حقك، لأن القاضي عادل، وحينما يكون قاضي فاسد فإن القانون يعاقبه أكثر مليون مرة لأنه خان الأمانة. إذا كنت صحفي أو صحفية ما تحتاجش باش تتقرب من صاحب القناة أو تتذلل لصاحب القناة أو أكثر باش تكون أنت في المنصب اللي تحتاجه أو في مقدمة الأخبار أو في الظهور أو في السفر. إذا كنت دبلوماسي ما تحتاجش أنك تمد جزء من الصالير نتاعك باش يخلوك تزيد عام لأنه من حقك، أو باش تمد جزء من الأموال باش تخرج اون بوست لأنه مانعينك من الخروج، ما عندك جنرال تعتمد عليه أو وزير أو مدير عام داخل الخارجية، وهكذا. والفلاح والميكانيسيان والعامل بالماسون وكل شرائح دولة العدل والحق والقانون تضمن لك حقوقك لأنه كله شفاف، وحينما يقع الانحراف كاين القضاء العادل. ها هي علاش نقولوا دولة مدنية مش عسكرية، ماهيش دولة الحنوشة، مش دولة المعارف، مش دولة يولي فيها حداد يملك الملايير من الدولارات وتحكوت وقائمة طويلة من كبار اللصوص، ماهيش يولي فيها مولى رابعة ابتدائي يحكم الجيش، لأن دولة العدل والحق والقانون تقول له في السن الفلاني تذهب تقاعد وسن رابعة عمرك ولا توصل إلى رتبة جنرال، لأن دولة العدل والحق والقانون تراقب المؤهلات نتاعك. إذا كنت كتكون في دولة العدل والحق والقانون، الشرطية ما لازمش تكون جارية عند الكوميسار برينسيبال وعند الكوميسار تاع الولاية، واللي دخلت للجيش أو دخلت للدوان ما لازمش تكون جارية عند فلانة وعند فلانة، لأن دولة العدل والحق والقانون كلها عندها سواسية الناس، كل واحد في منصبه، لكن كل الناس تحترم كرامتهم، تحترم عزتهم، تحترم نفوسهم البشرية. وهكذا، واستطيع ان استمر واحكي على الكوارث اللي راهم يعانوها الناس، كوارث اللي راهم يعانوها الاسر الان اللي ما لقاوش مناصب لابنائهم، اللي ولادهم رماوهم لانه يقول له خلاص هذا ما يقدرش يكمل، ما يقدرش يدخل ليسي. عندما تكون دولة العدل والحق والقانون تختفي الرشوة، واذا ظهرت فان القاضي يقطع يد الراشي لأنه لا يسمح أن تتكرر. عندما تكون في دولة الحق والقانون تختفي كثير من هذه المظاهر ومن هذه السلبيات ومن هذه المفاسد، لأن القانون سيطبق على الجميع. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: والله ما أهلك من كان قبلكم إلا أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو سرقت فاطمة بنت محمد وحاش لها أن تسرق لقطعت يدها. دولة القانون، هذه هي اللي تسمى دولة القانون اليوم. وزراء في هذه البلاد هم مسجونين، أمراء في هذه البلاد بهدلوهم
وتبهدلهم القنوات اكثر فاكثر، لانه حرق فروج. وفي كل بلدان العالم دولة العدل والحق والقانون هي الدولة التي لا تفرق بين المواطن ومواطن، بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، بين الأبيض والأسمر، بين القبائلي والعربي، بين الشاوي والتارقي، لا تفرق، جميع سواسية أمام القانون. عندما تكون في دولة القانون ما تحتاج باش تدخل سائق أو حتى مهندس وانت ساكن في ورقلة أو في الواد أو في بسكرة أو في حصير الرمل أو في الأغوار باش تمد رشوة باش يسمحوا لك لعلك تمر. دولة العدل والحق والقانون تقول أن الذين يسكنون في تلك الأماكن من منطقيا أن لهم الأولوية، حتى لا تحدث صدمات داخل المجتمع وصراعات داخل المجتمع. دولة الحد حق والقانون عندما تعطي أحيانا بعض الامتيازات لازم تفسرها علاش وتقول علاش، مما يعرف مرات بلا سيغريغاسيون بوزيتيف أو لا ديسكريميناسيون بوزيتيف. لا ديسكريميناسيون بوزيتيف ولا سيغريغاسيون بوزيتيف تعني أنك مرات تعطي لبعض الفئات بعض الامتيازات لأنهم متضررين من جهة أخرى، مثل ما تعطي مثلا لأصحاب الاحتياجات الخاصة أماكن خاصة وقريبة من بيوتهم باش يباركيو مخصوص عليهم لأنه أصلا مصاب في جسده، فأنت تعدل له هذاك الإصابة. القانون دولة العدل والقانون تدخل هنا لتعطي له indiscrimination positive، تميز استثنائي لأنه يعاني من مشكلة أخرى. دولة الحق والقانون يا إخواني اللي نريدها ويريدها الشعب الجزائري هي دولة تنهض بهذه البلاد اللي لديها إمكانيات هائلة، هذا العملاق المقيد. حياكم الله يا إخواني أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.